أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الجانب الرياضي أصبح علامة مضيئة في الترويج لمملكة البحرين بتواجد اسم المملكة في مختلف المحافل الرياضية. نعم، وذلك تماشيا مع رؤية جلالة الملك المفدى وتطلعات واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاقتصادية للمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030. أوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن سباق كأس بكتيريس البحرين للفترة للقدرة الذي أقيم في الأوروغواي يساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الساحة الرياضية العالمية ويؤكد مكانتها المرموقة، مبينا سموه أن هذه البطولة تجسد الدعم الكبير من لدن عاهل البلاد المفدى في جعل الرياضة عاملا رئيسيا للترويج للمملكة الغالية. قال سموه أن هناك مكاسب عديدة وراء تنظيم هذا السباق، ودائما نحن حريصون على دعم هذه السباقات التي تساهم في الترويج لمملكة البحرين، إضافة إلى تعزيز اسم المملكة رياضيا على مستوى سباقات القدرة، مضيفا أننا ماضون في تحقيق أفضل المكاسب في البطولات الخارجية باسم المملكة، ونشيد بالجهود البارزة التي بذلها اتحاد الأوروغواي في تنظيم السباقات، ونبارك لجميع الفائزين بالمراكز الأولى. هذا وقد شهدت منافسات كأس فيكتوريس البحرين للقدرة مشاركة واسعة، حيث تم تنظيم سباقات دولية لمسافة 160 كيلومتر وسباق 120 كيلومتر، وتتواصل المنافسات بإقامة سباقات لمسافة 100 متر. في ختام السباقات تم تتويج الفائزين، حيث توج بالمركز الأول فرانكلين بينيتيز بسباق 160 كيلومتر، واستطاع الفارس ألفرو من تحقيق المركز الأول لسباق 120 كيلومتر.